كابتن شادي، ازي حضرتك؟ وحشني كتير، وما بتسالش عليا بقالك وقت طويله. بقالي نص ساعه. سياده اللواء، هل بالفعل النادي الاهلي خاطب الامن وفي موافقه امنيه على 60,000، ولا الكلام ده مش موجود؟ لا، احنا خاطبنا بس ما جالناش موافقه لسه. يعني في انتظار الموافقه، ويعني اعتقد ان هيبقى، يعني ربنا يكرم ان شاء الله يبقى في موافقه على العدد، يعني ان شاء الله. لانه طبعا حضرتك عارف يعني ده سيمي فاينال، ده ماتش مهم. بغض النظر عن ان شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا يوم الاحد باذن الله، برضه هتفضل نتيجه الماتش الثاني، لانه يعني خلاص اصبح دلوقتي في افريقيا الماتش الاولاني ما هوش معيار ان دي نهايه يعني او دي النتيجه النهائيه يعني. فقطعا هنحتاج جمهورنا. وبعدين زي ما قلت يعني قبل كده، يعني الجمهور اثبت يعني الحقيقه ان هو يعني يستحق زياده العدد بعد التمرين اللي كان في استاد التتش، بعد المباراه الاخيره في بتاعت الترجي بتاعت 2-2 في برج العرب. الالتزام التام، ما حصلش اي تجاوز في اي اتجاه، لا في الدخول ولا اثناء المباراه ولا بعد المباراه. فاعتقد انه الناس يعني اثبتوا منتهى الجداره للحضور، يعني ما فيش ما يمنع بقى ان احنا نزود العدد يعني. تمام. خليني قبل ما اعرف خلاص حضرتك، يبقى عشان نبقى متفقين، انتوا خطبتوا الامن وده المفروض المباراه قبل النهائي، العدد بيبقى كتير حسب اللوائح كمان اعتقد، الكلام ده مظبوط كده؟ لا، اللوائح هو جمهور بس، يعني مش متحدد فيها عدد، لكن بنتكلم على جمهور، ما بنتكلم ان احنا محتاجين الجمهور، يعني محتاجين الجمهور وبشده يعني. يعني حضرتك شفت تاثير الجمهور في مباراة الترجي في تونس، تأثيره من قبلها باربع ايام فضل ممتد مع لعيبتنا لغاية المباراة. السيد اللواء، خليني اكلمك بمنتهى الصراحة، وانا يعني هكون فتان شويتين في الكواليس في الكلام. انا اتكلمت مع حضرتك وكنت سعيد جدا جدا بتواجد الجماهير النادي الاهلي، وكنت مبسوط من الجماهير، كانت موجودة حاضرة بتساند بتقف جنب فرقتها بتقول افريقيا يا اهلي. زينا كلنا كنا فرحانين، بس انت بالاخص خصوصا اللي كان في كلام كتير في الكواليس قبل كده، النادي الاهلي مش عايز يفتح لجماهيره والكلام ده كله، السعاده جت من اللي انا بقوله ده سياده اللواء؟ طبعا طبعا، يعني وخاصه انه يعني بقول لحضرتك ان الموضوع كنا عاملين له يعني خطه امنيه الصبح، عاملين له استعدادات خاصه، يعني بامانه ما احتاجش مننا مجهود خالص داخل ادارات النادي. يعني احنا ما بذلناش مجهود، الناس هي نفسها اللي نظمت نفسها والتزمت تماما. فطبعا كنت سعيد جدا ان الجمهور يساعدك، الامن طبعا ساعد جدا بره، يعني كان في تنسيق بيننا وبين الامن، وممكن التنسيق ده كله يبوظ لو الجمهور بتاعنا دخل ما التزمش بالتعليمات، لكن هم اصلا يعني التزموا باكثر من التعليمات اللي احنا طالبينها واللي احنا متفقين عليها، ومن غير ما نقولها لهم اما اول ما وصلوا والله يخش مجموعات حاضر بس في طابور عشان برضه ما يبقاش في شماريخ، ما يبقاش في كذا حاضر. يعني طبعا كانت، يعني انت شفت كان واحد سعيد زي يوميها، وخاصه انه يعني برضه ما في زي ما الناس كتير او البلديه العظمى بتبقى سعيده لنجاحك، لكن برضه في ناس بتبقى مستنيه انه حاجه تقع منك يعني. اكيد طبعا، اكيد طبعا. سياده اللواء، كلام استاد القاهره ولا برج العرب؟ اعتقد برج العرب، يعني ما صعب استاد القاهره. لا يا فندم، برج العرب، واحنا اخترنا الاتحاد الافريقي موعد المباراه انها يوم 22 الساعه 7 مساء ان شاء الله، واخترنا اتحاد الكوره، احنا ما كلمناش في استاد القاهره خالص يعني. هذا الموضوع ده من صار يعني. طبعا نتمنى، بس اقصد يعني لا، هو يعني نتمنى ان شاء الله لو وصلنا نهائي ربنا يكرمنا يبقى استاد القاهره ان شاء الله يعني. مين رئيس البعثه اللي مسافر، هيسافر للفريق؟ المهندس محمود طاهر ولا حد تاني؟ لا، الباشمهندس مسافر ان شاء الله صباح الجمعه باذن الله. سيادة اللواء، حضرتك حابب تضيف أي حاجة، عايز تضيف أي معلومة لجماهير النادي الأهلي، عايز تقول أي حاجة، اتفضل. لا والله حضرتك، أنا بس جمهور بنجده طبعا، وهو مش محتاج خلاص مناشدة، واضح إن الوعي وصل لأقصى درجاته عند جمهورنا الحقيقة. وبرضه أنا ما كنتش موجود في تونس، لكن الناس كلها حكت إنه الولاد هناك يعني كانوا برضه بالعدد الضعيف رغم المكان السيء اللي هم اتحطوا فيه، في مكانهم في المدرج، لكن صوتهم كان واصل، صوتهم كان غالب على الالافات اللي كانت موجوده لتشجيع الترجي. فانا مش محتاج اناشدهم في الالتزام، لان هم خلاص هم الناس يعني واضح انهم يعني وصلوا لدرجه وعي الحمد لله، هتفيد النادي الاهلي بعد كده وهتفيد حضورهم في المدرجات. في نفس الوقت اعتقد انه ده الوقت بتاع كل اولاد النادي
سواء الجمهور اللي من خارج اعضاء الجمعيه العموميه او الجمعيه العموميه للنادي، كله بقى يقف ورا الفريق وكله يعني اتمنى فوز الفريق ان شاء الله، وده سمه النادي الاهلي طول عمرهم يعني. السبت اللي هو اسمح لي اورطك على الهوا. ورطني انت عارف انا ما بتورطش والله. لا بس هورطك. مباراه البرنامج بتاعنا اسمه الكوره والجماهير، ومباراه ثانيه زي ما حضرتك قلت يبقى في عدد كبير ان شاء الله يتوافق عليها من الامن، خصوصا كمان المنتخب الوطني هيلعب وفي عدد كبير، فبالتالي الاهلي بيلعب باسم مصر، وان شاء الله الامور دي كلها من الحوار والموافقات الامنيه، وجماهير الاهلي دايما في الاوقات الاخيره بتقدم الانضباط والالتزام. يعني هنورطك بقى على الهوا وهتدينا كام تذكره كده نعملهم لجماهير الاهلي من خلال البرنامج. انا موافق، وشوف العدد اللي انت عايزه، انا بعلن اهو، انا ما حددلكش عدد ولا حاجه. شوف العدد اللي حضرتك عايزه واعلن عنه وانا موافق عليه ولجماهير الاهلي. سجلوا يا جماعه، فريق العمل يسجل بسرعه، اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي هيدينا 100 تذكره او 150 تذكره. هي دي التوريطه بقى. لا احنا النادي الاهلي كله يعني تحت امر جمهوره يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا ست لواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي، راجل متعاون، راجل محترم، وهو